الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. على النبي صلى الله عليه وسلم أمر تعالى من النافع نعمل به وننشره بين الناس. وما العالم الرباني الذي افتقر منازل الولد إلا الذي تعلم العلم النافع بأن تعبد به لله جل في علاه، فتعبد الله على بصيرة ثم نشر ذلك بين الناس ونشر ذلك أيضا على بصيرة عملا بقول الله جل في علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنسأل الله جل في علاه أن يشكر ولاة الأمور وكل من ساهم وساعد على عقد هذه المدارس وأن يجعل ذلك في موازين حسنتين وأن يكمل وإياهم الإخلاص، فإن العمل عند ربنا جل في علاه لا يمكن أن يقبل إلا بالإخلاص. وإن الله جل وعلا قد اشترط شرطا عظيما جزما في كتابه قال: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح الذي اتبع فيه صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون مخلصا خالصا لوجه الله الكريم، فإن الله قد قال كما في الحديث القدسي: أنا أمر الشركاء بالشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. ونحن على مشارف الختام الجزء الأول من كتاب الشريعة للأجوري، وهو يتكلم الآن على الغيبيات بعدما صدر الباب في الكلام على الغيبيات، لأنه تكلم عن أمارات الساعة وأشراط الساعة وخروج الدجال ثم مسيح الهدى الذي يقتل الدجال، ثم تكلم بعد ذلك على أهوال يوم القيامة وما يحدث من موازين العباد وأيضا صحائف الأعمال، والكلام عن الصراط والمرور على الصراط وأن الجنة حق وأن النار حق. وهذا الذي فيه الرد على أهل البدع أنه من بديع التصنيف أنه يصدر الباب باعتقاده للسنة والجماعة ثم بعد ذلك يزني بالرد على أهل البدع والضلال. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وأطف عمره على عمل صالح والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام. حكى أخذنا الدجال وقفنا وقفنا عند الدجال. أنت ضبط الدور. بدانا في الدجال. ها؟ بدانا في الدجال. تدانا بإيش؟ بس هذا تصديق بالدجال. كشفك الرجل هذا جد. هات أول باب عيسى بعدين الميزان وبعدين نفسك في الأمر. كنا شو نعمل؟ باب الإيمان. باب الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام. حكم العدل فيقيم الحق ويقتل الدجال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينزلن ابن مريم حكم العدل عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا يتركن القلاص لا يسعى عليها ولا يكذبن الشحناء والتباغ والتحاسد ولا يدعو إلى المال فلا يقبله أحد. وليدعو إلى المال فلا يقبله أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء وأمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام، لأنه نبي بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، كان رأسه يقطر،
وإن لم يصبه بلى. كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلى، وإنه يدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله في إمارته الملل كلها غير الإسلام، وحتى يهلك الله عز وجل في إمارته مسيح الضلالة الأعمى الكذاب، وتقع الأمنة في الأرض حتى يرعى الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات ولا يضر بعضهم بعضا، يلبث 40 سنة ثم يتوفى صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه المسلمون. وعنه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن ينزل ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال محمد بن الحسين رحمه الله: والذين يقاتلون مع عيسى بن مريم عليه السلام هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والذين يقاتلون عيسى هم اليهود مع الدجال، فيقتل عيسى عليه السلام الدجال ويقتل المسلمون اليهود، ثم يموت عيسى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون ويدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. مش الإمام المزن حتى نصل شرحناها لا الناس نذكر الناس به أو بالكلام الممر عليه، وإلا أنك لو ما شرحنا هذا الحديث فهذا الحديث أيضا فيها من أمارة الساعة المقاتلة العظيمة مع اليهودين وأن مع اليهود وأن الشجر والحجر ينطق ويقول يا مسلم تعال خلفي هناك يهودي فاقتله، هذا نشرح في تفصيله إن لم نكن شرحناه. تأكد الأول وبعدين ها؟ شرح؟ الحمد لله يعني أنت معي أنا قلت ذلك وأنا هو الإخوة أدوم ما معبدا سرارة فصل الخطاب وما يعني علينا أن نذكر الإخوة بما فيه أولا وبعدين نفصل إذا كنا شرحنا تفصيلا أم لا، وإلا نفصل فيه إن شاء الله. الإيمان بالميزان. باب الإيمان بالميزان وأنه حق يوزن به الحسنات والسيئات. عن سلمان رضي الله عنه قال: يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد الموزى. قال: ويوضع الميزان ولو وضعت في كفته السماوات والأرض وما فيهن لوسعتهن، فتقول الملائكة: ربنا لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. وعنه رضي الله عنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو أن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: أي يا رب لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن. وعنه رضي الله عنه قال: ما من قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. وفي رواية: ما من شيء أفضل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: قلت لأم الدرداء: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قالت: نعم سمعته يقول: إن أول ما يدخل في الميزان الخلق الحسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان ويؤتى ب99 سجلة كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه وذنوبه، فتوضع في كفة الميزان ثم يخرج بقدر أمله فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه وبذنوبه. وعن عبيد بن عمير رحمه الله قال: يؤتى برجل الطويل العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن عبيد بن عمير في العتل قال: هو القوي الشديد الأكول الشرور يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة، يدفع الملك من أولئك 70,000 دفعة واحدة في النار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يميل أو يخف فلا، أما عند الكتب حتى يعطى كتابه بيمينه وشماله فلا، وأما حين يخرج عنق من النار فيقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة، وكلت بالذي ادعى مع الله إلها آخر، ووكلت بكل جبار عنيد، ووكلت بكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدري فذكرت قربه مني في الدنيا وتباعد الناس بأعمالهم في الآخرة فبكيت، فقال لي: ما يبكيك يا عائشة؟ فقلت: ذكرت قربك مني في الدنيا وتباعد الناس بأعمالهم في الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: أما في ثلاثة مواطن إذا تطايرت الصحف وقيل هاؤم اقرأوا كتابية لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم أبيمينه يعطى أم بشماله، وإذا وضعت الأعمال في الميزان لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخف أم يخف، وإذا حمل الناس على الصراط لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم ينجو أم لا. رواية أخرى قال: يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من الله عز وجل، لا أملك لكم من الله شيئا. وقال ذلك لابنته ولزوجته ولعمته ولعمه. ثم تطبيقا قال يا جماعه انك عشيرتك الاقربين. ثم الحديث طريق بين الجنه والنار قال خمس صلوات. تمام الحديث كما سئل السلام خمس صلوات فقال سئل عليه الصلاه والسلام خمس صلوات قال: طريق بين الجنه والنار يجاز الناس عليها وهي مثل حد موسى، والملائكة صافون يمينا وشمالا يتخطفونهم بالكلاليب مثل شوك السعدان، وهم يقولون: رب سلم سلم، وأفئدتهم هواء، فمن شاء الله سلمه ومن شاء كبكبه فيها. كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. قال محمد بن الحسين بن ناصر تكلم عن سؤال بالنسبة للجنة والنار، إثبات أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، وأيضا الكلام على ديمومة الجنة والنار، ديمومة العذاب أو ديمومة النعيم، وهذا فيه كما سنبين تفصيل الكلام على من قال وزعم بفناء النار، وهل هذا الكلام ثبت عن الجميع أم لا، وإن كنا يعني نقول جزما بأنه ثبت عن ابن القيم بأنه جاء عنه أو جاء عنه قولان، قول يقول بعدم فناء النار وعدم فناء الجنة، وقول يقول بفناء النار، هذا القول في كتابه القديم، وحتى بعض العلماء يشكك في نسبة هذا الكتاب ابن القيم، لأنه في أغاضيض حتى في الاستدلالات هو كتاب الروح، واستدل كثيرا بالمنامات، وهذه طريقة ابن القيم في التحقيق والتخطيط، يعني لعله كتب هذا الكتاب قبل أن يقاوم شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هو الكلام هل ثبت عن طريق الفناء النار أم لا؟ هذا الذي سنفسره إن شاء الله تعالى. أقول مبتدئا بإذن الله الحمد لله، ومبرر أنا متأكد أنا شرحت الكلام على عيسى عليه السلام وإن كنت واهما، فإذا نذكر الآن المبتدئ ونواصل للمبتدئ، وإن كان يحتاج الأمر إلى تفصيل نفسره إن شاء الله الأسبوع القادم عندما نتأكد أننا لم نشرح عيسى بن مريم بعد ما أنزل أي بيت، بعد ما أنزل الدجال، هذا الدجال قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظم فتنة في هذا الزمان، وأنه ما من فتنة أكبر من فتنة الدجال بعد خلق آدم عليه السلام، وقد بينا أن الله وصفه بأنه أعظم، وأن الله الذي فعله ليس بأعور، وقال إن الدجال أعور العين اليمنى، وقال إن ربكم ليس بأعور، وبين أن الدجال يمكث 40، يمكث يوما كعام، ويوما ويمكث يوما كشهر، ويوما كأسبوع، وبقى الأيام هذه الأيام، والمسلم قد يقدر له قدرة. الغرض المقصود أن الدجال أيضا يقتله عيسى بن مريم كما بين المسلم والشرق هذه الأمة بنزول عيسى بن مريم. طبعا قد قال المشوشون المتهوكون الذين يقولون بأنه لا قادر على يعني بأن المسلم ليس بخاتم الأنبياء، وأن عيسى السلام يكون بذلك هو خاتم الأنبياء، لأنه أخذ الأنبياء ظهورا على الأرض ودعوة لله للفعلاء، حتى أنه ينزل لا يقبل الجزية، يكسر الصليب في الخنزير ولا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، فقال هو خاتم الأنبياء، وهذا خطأ مبين، لأن عيسى عليه السلام يأتي تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ويحكم إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما القول بأنه كيف يكون يحكم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الجزية ولا يقبل الخنزير ولا يكسر الصليب، كان يؤمنهم على أنفسهم أن أعطوا الجزية إما الإسلام وإما أن ينضم كل إنسان منهم تحت راية الإسلام، يعبد ما شاء ويأكل ما شاء دون أن يفتن المسلمين ولا أن يفسد في عقارب أهل الإسلام
بيت جزية عليه فيؤدون هذه الجزية أدلة وهم حدث كوني مصابين بالرغم المقصود نقول أن هذا الحكم مغير هذا الحكم له غاية فإن بلغ الغاية بدل الحكم يكون الكلام بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان سلم يبين ذلك فمثلا أن نقول التيمم يصح للنساء أن يصلي به حتى يلد هنا له غاية بالآن حتى يلد الماء إن أرد الماء انقطع الحكم به التيمم ويبقى وأجدر بها دخول وجب عليه إيش استخدام الماء فنفس الأمر هذا الحكم قبول الجزية وأن ينضوي كل واحد منهم تحت راية الإسلام فإن هذا مغير هذا له غاية فإن بلغ إلى الغاية تبدل الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه في آخر الزمان في غاية هذا الباب في آخر الزمان حتى يأتي عيسى عليه السلام فيأتي الحكم الآخر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكسر الصليب وقطع الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام فهذه يعني لا تقطع فيها التبعية من عيسى لمحمد صلى الله عليه وسلم يأتي لآخر الزمان وتستطفي الصفوف ولكن مهدي يصلي فيرى عيسى عليه السلام بأوصافه التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الملك فيتقهقر يتقدم عيسى ليصلي وهو نبي فتكرم تلال هذه الأمة هذه دلالة وحديدة على تفضيل الله أن جعلها لهذه الأمة على الأمم السابقة صلى خلفها أعظم الأنبياء قدرا عند قادة في علاه صلى خلف عبد الرحمن عبد محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين صلى خلف أبي بكر محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا صلى خلف المهدي عيسى عليه السلام صلى خلفه وقال لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة وفيها إشارتان الإشارة الأولى بيان الفضيلة العظمى لهذه الأمة المرحومة التي خلقها الله للعلى تقدم أن تكون لها منتهى القيادة والسيادة والريادة والفائدة الثانية وهي فائدة عظيمة جدا ألا وهي الإشارة بل العبارة القوية التي يثبت بها عيسى عليه السلام بلسان الحال أنه نزل تابعا لا مدفوعا لدرجة أنه لم يصلي للناس إماما وجعل الإمام هو الذي يصلي عليه وذلك يصلي عليه مسؤولا في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم أكون حاكم القصة مقصدا يبدأ الأرض قسطا معدلا وأيضا الخير كل الخير ينتشر بين الناس بوجود عيسى عليه السلام وهذا الفاجر الفاسق إنما يراه يلمع كما يلمع الملح أو يذوب كما يذوب الملح في الماء ويقتلوا عند باب لوط ثم أخرج يأجوج ومأجوج ولا وهؤلاء عباد كما وصفه الله تعالى لا يدل أحد بهم بحال ولا قوة لأحد بهم بحال من الأحوال فيأوي عيسى عليه السلام ومعه المؤمنون إلى جبل الطور فيرفع يده لله في العلا فيدعو الله تعالى ويقبل يؤمنون الله جل في علاه فيقبل الله له فيهلك يأجوج ومأجوج ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام ثم تأتي الريح التي تربط كل مؤمن فما يبقى على الأرض إلا شرار الخلق لا أحد يقول الله الله فتقوم عن هؤلاء الساعة إجمالا هذا الكلام عن عيسى عليه السلام هناك تفاصيل أخرى في مسألة المقتلع العظمى بين اليهود والنصارى وأيضا بين أكثر يهود النصارى عندما يتبعون الدجال وهذه المقتلع العظيمة بين عيسى عليه السلام مع الدجال تكون بالتفصيل الأسبوع القادم إن لم أكن قد شرحت ذلك بالتفصيل ثم انتقل على ذلك إلى الغيبيات عندما تكلم على بشارة القيامة كأنه قالوا بهذا تكون أتت القيامة بعد قتل الدجال بعد قتل عيسى عليه السلام الدجال وظهور يأجوج ومأجوج ثم انتهاء يأجوج ومأجوج ثم بعد ذلك الريح التي تقبض كل مؤمن ثم تقام الساعة فإذا أقيمت الساعة فكأنه يقول وفي الساعة في أهوال عظيمة وفي الساعة في خطوب عظيمة من هذه بيان ودلالة عظيم قدرة الله جل في علاه نتكلم على أمر الجلل ألا هو أمر الميزان وأمر الميزان أمر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة ما اختلف فيه إلا أهل البدعة والضلالة نعوذ بالله من الخذلان هؤلاء الذين يجيبون على الله واجبات ويحرمون عليه محرمات سبحانه جل شأنه سبحانه جل في علاه فإنهم يشرعون لله لا أن يشرع الله له وهؤلاء هم البدعة أهل البدعة والضلالة من المعتزلة وأفراد المعتزلة وأيضا من الجهمية وكان الاعتزال أيضا يسير في العروض إلى يوم الناس هذا عامة الميزان ثابت بالكتاب وبالسنة والميزان هو ما يقدر به الأشياء كما اصطلاحا هو الميزان له كفتان وهو ميزان عظيم لو يسع السماوات لو وضعت أو وضع السماوات السبع والأراضين السبع في كفة لوسعت هذه الكفة فإن هذا الميزان عظيم جدا لذلك الملائكة عندما يرون هذا الميزان فيسألون الرحمن كما قال سلمان عليه السلام وهذا لا يكون باجتهاد حل الأحوال هذا حكم الرفع الآن من المغيبات فيقول الملائكة لمن نزل لمن هذا الميزان نزل به من فيقول لمن شئت من عبادك فيقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك لا على عظيم هذا الميزان عمدنا نتكلم في الميزان على مسائل المسألة الأولى ثبوت الميزان ثم بعد ذلك هل هو ميزان واحد أم هي موازين كثيرة
فجاء مجموعه في الكتاب ما من ايه الا تذكر الميزان، مجموعه من ايات الرحمن الايات سوره الرحمن، وايضا ما الذي يوزن، ثم بعد ذلك تبين الحكم والايه العظيمه من اجل الميزان. لما الميزان؟ والله تعالى علام الغيوب، والله من العلى على ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون، هو الذي احصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. فلما الميزان الحكمه من ذلك على ما يظهر وما خفي كان اعظم، ثم الانتقال بعد ذلك الى الكلام على العظيم وهو مساله الصراط، وهو انت لو رتبت هيكون الميزان والصراط والحوض والكلام على الحوض، وبعد ذلك الكلام على دخول بوابه الجنه او الخروج او دخول النيران. عامه الميزان كما قلنا ثابت بالكتاب وبالسنه، اما بالكتاب فقد قال الله تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا، ولو كانت قال حبه مخردل من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله تعالى فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه، واما من خفت موازينه فامه هويه. وايضا قال الله تعالى فمن ثقل الموازين فاولئك هم المفلحون، من خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم، من سوره الاعراف الى اخر هذه الايات. فهنا الايات تثبت الموازين كما وضعها الله جل وعلا، وقال افرادا قال الله جل وعلا والسماء رفعها وايش؟ ووضع الميزان، هذه افراد على الافراد لا على الجمع. وايضا السلف ذكر الميزان عندما قال كلمتان حبيبتان للرحمن حبيبتان على لسانه ثقيلتان في الميزان. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا لنا على هذه الموازين عندما مر على الصحابه يضحكون ينظرون الى عبد الله بن مسعود وقال على ما تضحكون؟ قالوا من دقه ساقه يا رسول الله، الا ترى دقه ساقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها في انها في الميزان يوم القيامه لاثقل من جبل احد. فقال الميزان وذكر الميزان تصريحا، والصحابه يقرون بذلك يسلمون بذلك، وهذا اجماع السلف الصالح من الكتاب والسنه في اثبات الميزان، واجمعت الامه على ان الميزان ثابت في الكتاب والسنه، وتطهر لنا في الولاد ياتي الميزان او يرى الميزان يوم القيامه في فصل الخطاب. فهذا كتاب وسنه واجماع هذه المساله. والمساله الثانيه انه جاء افرادا وجاء على الجمع في الايات، حقا جاء مجموعه موضوع الموازين القسط يوم القيامه، فاما من خفت موازينه او فاما من ثقلت موازينه غلط، المقصود بانه جمع الميزان. لذلك افترقت اقوال العلماء، فبعضهم قال هي موازين كثيره، هي موازين كثيره يوم القيامه والله على كل شيء قدير. والقول هؤلاء عندهم ظاهر القران ووضعوا الموازين، وايضا فمن ثقلت موازينه فمن خفت موازينه، فقالوا هذا الجمع يدل على انها موازين كثيره ولكل واحد ميزان. واما القول الثاني فتبين القول الثاني على القول الاول، قالوا بل هو ميزان واحد. فهو كذلك طبعا هو يشكش على من قالوا بالجمع آية الرحمن انه قال والسماء رفعها ايش؟ وضع الميزان. قالوا لا لا خلاف، لو كيف يجيبون؟ ونحن قلنا احنا بنتحرك بدون درع، مفهوم سؤال؟ الذين قالوا انها موازين قالوا ما ذكر في القران الميزان الا ايش؟ مجموعا صحيح كنا طبعا عندك سوره الرحمن قال السماء رفعها ووضع الميزان، كيف يجيبون؟ بركه الميزان الرحمن بمعنى الجنس، جنس ممتاز. هو ذكر الميزان افرادا على الجنس، والجنس لا يخالف المجموعه، الجنس لا يخالف المجموعه، احنا قلنا اسم الجنس ما عرف الايه كلها دي استغراقيه صحيح ولا لا؟ فلا تخالف المجموعه، فهي مع تمشي معهم في ركاب ما استدلوا به. طيب واما الاخرون فقالوا هو ميزان واحد، ويدل على ذلك الكتاب والسنه وايضا فهم الصحابه. قلنا كيف؟ قالوا اما الكتاب فقد قال الله تعالى والسماء رفعها وضع الميزان، وقال واما السنه ما ذكر الميزان في السنه الا على الافراد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبتان الى الرحمن قديمتان على لسان ايش؟ ثقيلتان. قال في الميزان، قال ثقيلتان في الميزان. وايضا الصحابه حديث سلمان الصحيح جدا، وهذا سند صحيح ان سلمان عليه السلام قال له الله الميزان، وقال في سعه الميزان له جفتان كفه تسع السماوات والارضين، حتى ان الملائكه يندهشون يتعجبون يرون من قدره الله جل وعلا من عظيم قدره الله جل وعلا، فيقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك، دلاله على انهم يتكلمون عن ميزان واحد. قال اما الجمع فتوجيه ذلك بان الموازين المذكوره هنا بسبب هذا بالنسبه للموزون، هذا بالنسبه للموزون، لان الموزون لا يكون ايش؟ لا يكون شيئا واحدا بل اشياء، لان الذي سازن هذه النقطه سنجد
التي ننتقل إليها والذي سيوزن يوم القيامة العامل والعمل وصحائف العمل. العامل والعمل وصحائف العمل. ونضع الموازين هذا بالنظر إلى الموزون، لأن الموزون جمع لا مفرد. فلما نظر إلى الموزون فقالها بالجمع ونضع الموازين قسط اليوم القيامة. وهذا الرجع الصحيح هو ميزان واحد الذي تناع قدرة الأدب فلنا إنما قولنا شيء إذا ردناه أن نقول له كن فيكون العجيب أن هذا الميزان يمكن أن نقول نعوذ بالله أن نشتري أضرارا فلا. الكل في آن واحد، الكل في وقت واحد، الكل يكلم الله في آن واحد في وقت واحد ويحاسبهم في آن واحد. سبحان ربي سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شأن. فإن الله قوي قادر عزيز مقتدر. إنما قولنا شيء إذا ردناه أن نقول له كن فيكون. والذي يوزن كما قلنا العامل يوزن والعمل يوزن وأيضا الصحابة. وإن كان بعض العلماء أوقف المسألة على أن الذي يوزن هي الصحابة فقط واستدل بحديث أبي طلحة الطويل بسجلات رجل يوجد له نشر له سعيد سجلا فوضع في كفة فطلع الرجل أنه مبهلك فيقال ثم اليوم لك عندنا بطاقة فيقول أي رب وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات. طبعا يختلف فيه بعض العلماء على أنه لم يعمل خير القدر لأن الكفة الأولى فيها سجلات المعاصي الكفة الثانية ليس فيها ثم شيء إلا البطاقة زي القدر كفتان في الكفتين. الكفة الأولى سجلات المعاصي وأنها رجعت والكفة الثانية فيها سجلات الحسنات. وإلا لا يمكن أن نقول بأن الرجل لم يعمل حسنة قال حسنة 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 قط إلا أن قال لا إله إلا الله أبدا. وإلا نكون من أهل قالوها على استحياء ها إرجاء. وإلا تعمل قلوب ركن من أركان الإيمان صحيح الخشية والإنابة وهذه أحسنات أخلاق الخشية والإنابة والتوكل على الله على فعلها واليقين وحسن الظن بالله على فعلها. هذه أعمال قلوب ركن من أركان الإيمان. لو قال لا إله إلا الله خلت من الستة والإخلاص لا يمكن أن يأخذ أن يستفيد بها في الآخرة. ممكن يستفيد بها في الدنيا نعم ظاهرا المنافقون يستفيدون بها لكن لا يمكن أن يستفيد بها في الآخرة. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ماذا قال؟ جيبوا ماذا قال؟ قال الذي قال لما قال أبو هريرة قال ما كنت أظن أحدا يسألني أول منك ثم قال من قال لا إله إلا الله صادقا بها قلبه وأسعد الناس بشفاعتك أو خالصا من قلبه فلا بد من الصدق ولا بد من الإخلاص. إذا هذه حسنات مع البطاقة ولا مش حسنات؟ حسنات. فلا يتصور أن يقال سجلات المعاصي في كفة والكفة الأخرى ليس فيها ثمة حسنات إلا أن يؤتى بالبطاقة التي قال بها لا إله إلا الله فقط. هذا يمكن أن يتصور في من؟ في الذي جاء إخوة لا لأن في تزييد مش ممكن حرام في الإخوة يعني الذين كانوا مع الجاهلية والذين كانوا مع الإسلام حديث عهد الإسلام يقدر السكتان يقدر السواش الشهيد أسوء يومة في آخر الزمان لا يكون لا صلاة ولا صيام ولا حج أدركوا أنهم على قول لا إله إلا الله فهم يقولون لا إله إلا الله حتى أنه قال يا صلاة أتنجيهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة قال تنجيهم قال تنجيهم. وهذا يستدل به العلماء يستدل به العلماء على اتفاق الصحابة على تكفير ترك الصلاة على أن الذين يأخذون بظاهر الحديث يقولون هذه دلالة على أن الصحابة لا يكفرون ترك الصلاة أن حذيفة قال تنجيهم 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 قلنا لا صلة تابعين يتعلم ممن؟ من حذيفة. وهذا والتابعون من أدب الناس مع الصحابة كان الصحابة من أدب الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم فهم لا يتقدمون بين أيديهم فكيف يراجع حذيفة على جهل دون علم؟ والمراجعة تدل أنه كأنه يقول بقوة أنا تعلمت منك ذلك فكيف أنت تخالف ما أسست لي وأصلت لي؟ يقول له أتنجيهم؟ لا 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 تنجيهم بلا صلاة ولا زكاة ولا حج تنجيهم ثلاث مرات. فهو حتى لو قلنا أنه قالها مستفسرا لا يكررها ثلاث مرات التكرير ثلاث مرات يدل على أنه إيه؟ قد تعلمنا منه هو. وهذا ليس من عندي هذا من كلام العلماء بل من شراح الحديث من العلماء ونقل هذا الكلام حفظ حجر في الفتح. فلذلك قال حذيفة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة. لكن الحديث السجلات يدل على أن الرجل له حسنات وقلنا بأن حديث القبض لم يعمل خير القبض هذا ليس على بابه محال مش قلنا ذلك لم يعمل خير لأنه الحديث صريح في مسند أحمد قال يا رجل يوم القيامة فالملائكة تسأله تقول ما عملت فيقول لم أعمل خير القبض غير استثناءه لم أعمل خير القط غير أني لي عمال وذكر الحديث. فالغرض المقصود بأنه الذي يوزن الصحابة السجلات فقال
99 سجلا فطرح خفته فينظر المرء امامه ويشوفنا فلاحظ لما قدم فيظن انه قد هلك فيقال لك عندنا بطاقه لا ظلم اليوم يقول ربي وما دفع هذه البطاقه عن السجلات فيقول لا ظلم اليوم فياخذ البطاقه وترجع الكفه كفه الحسنات بلا اله الا الله اعطى له قصه من قلبي ولست بصوره شرح الحديث لكن هذه الدلاله على الاصحاب والسجلات هي التي توزن وايضا العمل العمل يوزن العمل يعني الصدقه التي تصدق بها توزن نعم الصلاه ان كان يصليها نعم تاتي يوم القيامه مجسمه نعم والله على كل شيء قدير انما قولنا شيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون والادله على ذلك كثيره النظائر يعني كثيره لكن نثبت اولا ان العمل يجسم ثم يوضع في الكفه ليوزن الدلاله على ذلك قول سلف كلمتان قريبتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان الكلمة ستأتي توضع في الميزان تجسم هي تجسم الكلمات وتوضع في الكف والنظار ذلك في الشرع كثير في لما ينزل الأمر إلى القبر ويسأل الأسئلة الثلاثة وتكون إجابته إجابة المؤمنين ماذا يحدث؟ يأتي رجل في صورة طيبة ورائحة ذكية طيبة فيقول من أنت؟ الرجل الطيب صاحب الصورة الطيبة والرائحة الذكية الطيبة فماذا يقول؟ يقول أنا عمل هو تجسيم ولا تجسيم الآن وهذا قدر الله من فعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أما قال اقرأوا الصحراوي اقرأوا البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو قرطان من طير سواء تجسم ولا ما تجسم تجسم نظير ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادى في أهل الجنان فيشهدون ينظرون وينادى في أهل النيران فيشهدون ينظرون ثم يقدم النقطة على سورة كبش يجسم ولا ما يجسم ثم قال تعرفون ذلك فيقول نعم هذا الموت فيذبح بينهم فيقال يا اهل الجنه خلود الموت يا اهل النار خلود بلا موت يبقى اذا ايضا الاعمال توزن والثالثه العامل نفسه يوزن يبقى عندنا الصحيح توزن والاعمال توزن وايضا طبعا العامل يوزن العامل يوزن هذه الدلاله واضحه جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر الى ابن مسعود وضربه يضحكونه من دقه ساقي قال والله انها في ميزان في الميزان يوم القيامه لاثقل من جبل احد يوزن هو الساق توزن اذا العامل يوزن ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي رجل احاديث كثيره ذكرها المصنف ياتي رجل السمين يوم القيامه يعني كالذره من لا يزن عند الله وزنه ايش؟ شعيره في الروايه الروايه الموقوفه شعيره الروايه المرفوعه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الجناح بعوض عند الله جل في علاه فهذه ايضا فيها دلاله على العامل ايضا يوزن اما الحكم الحكم عظيمه جدا اولا لما الميزان معنا الله تعالى احاط بكل شيء علم والله يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون بل الملائكه تكتب وتستنسخ ذلك من اللوح المحفوظ يوافق كما كتبوه على ما كان في اللوح المحفوظ وان الله تعالى بدا عندما خلق القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب كل ما هو كائن يعني افعال العباد مكتوبه فلما الميزان الحكمة الأولى هو إظهار كرامة المؤمنين وأيضا التقريع والتوبيخ وتحقير شأن الكافرين الفاسقين الظالمين لأن الله تعالى في منازل هذا الإخلاء إلى آخر الخليقة يبين كرامة الإنسان بأن الناس مع الخطوب ومع الشدة ومع الأهواء ومع المشقة العظيمة واقتراب الشمس من الرؤوس يذهبون يتوسلون بكل يبدأون يبتدئون بهذا ما ابتدأوا بالمرسل ما انتبهوا إلى أن يبتدئوا بالمرسل وهذه حكمة أخرى هو يبين الله تعالى كرامة محمد صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى كل نبي يستشفعون به يبتدئون بآدم إلى أن ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليعلموا أن الله تعالى لن يقبل أحدا ولن يشفع أحدا إلا محمد نفس الأمر فهذه كرامة من آدم آدم آخر خليقة يأتي الرجل الغادر ويعطى له الرواية الغادر وقال هذه غدرة فلان فيأتي يأتي أن الله تعالى يأتي ما جناح الله هل أيضا إظهار لما خفي على الناس في الدنيا حتى خفي على بعض الصحابة لما مر الرجل الولي الثري فنظر عليه الإنسان فقال ماذا تقولون في هذا؟ فقال بعض الجالسين عند رسول الله فقال رسول الله هذا حري به إذا يتكلم أن يسمع وإذا شفع أن يشفع وإذا لك أن يركع ثم مر رجل صاحب الثياب الرافع ورجل فقير يعني مجموع بالأموال الناس ينظرون نظرة الإجلال والتوقير والتعظيم رجل ليس غنيا ليس وليها ليس له ولي عند الناس ولكنه كان تقيا خفيا نقيا والله يحبه أمثال هؤلاء من البشر فقال ما تقولون في هذا؟ فقال هذا حري به إذا تكلم لا يسمع له لا حول ولا قوة هذا مقياس مقياس الناس عند رب الناس غير مقياس الناس سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو فقال قالوا إذا تكلم لا يسمع له وإذا نكى
يفتح لا يفتح، وإذا شفع لا يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرة هذا الرجل قال إن هذا عند الله بمثل الأرض من إيش؟ من هذا؟ رأيتم؟ فهذه بقى الكرامة تظهر يوم القيامة بهذا، لهذا الرجل السمين العظيم الودين الذي كان الناس يلتفون حوله كالذر يوم القيامة، وأقدر الناس عند الله الأفلاح بالإيمان وبالعمل الصالح. هذه حكمة عظيمة جدا، لذلك ابن مسعود الذي تحكم كان يضحكون من دقة ساقي يأتي يوم القيامة أثقل من جبل أحد في ميزان الله جل في علاه. إن كرامكم عند الله أتقاكم، هذه الكرامة يوم القيامة لهؤلاء، ثم تخفيض لشأن هؤلاء بالميزان. الأمر الثاني بيان قدرة الله جل في علاه بميزان واحد يزن الجميع العامل والعمل وفي آن واحد وفي وقت واحد، دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. يشاهدون حقا كيف مظهر ربوبية الله جل في علاه في ميزان واحد في آن واحد في وقت وفي وقت واحد، يزن الناس والأعمال والصحائف في وقت واحد ويحاسب الجميع في وقت واحد. سبحان ربي سبحانه ما أعظم شأن. أيضا من الحكم العظيمة أن يبين الله لك الفرق بين عمل وعمل، لأنه قد يأتي المرء بعمل يسير وهو في عين الناس يسير، لكنه عند الله إيش؟ عظيم جدا، لكنه عند الله في المكانة عظيم جدا. ليش؟ لأن الله تعالى ينظر في العمل إلى لا لإتقان العمل كلية، ولكن ينظر إلى الإخلاص في العمل، وهذا ظاهر جدا أيضا في الأعمال. عندما جاءت امرأة من بني إسرائيل فسقط كلبا، هذا عمل يسير، كل إنسان يستحق على ذلك، لكنها لما أخلصت ذلك، لما امتلأ قلبها رحمة ورضا، ويدخل الجنة كل إيش؟ صاحب كل قلب مخموم رقيق. قال ان سلم يدخل الجنة والناس أفئدتهم كأفئدة الطير، قمة توكل مع قمة رضا ورحمة. فالعمل يزن عند الله وإن كان يسيرا تراه يزن عند الله يكون عظيما. هذا ينبه الله تعالى أن المسألة ليست بكثرة الأعمال ولكن بالإتقان بالعمل والإخلاص والصدق، ليبلغكم أيكم ما قال أكثر قال أحسن عملا. وأيضا من الحكم في ذلك كما قلنا هو التفريق بين أهل الإيمان وأهل الفجران والكفران والعصيان بضدها تتبين الأشياء. هذا بالنسبة للكلام على الميزان والذي يوزن، وأن هذا الأمر له حكم عظيمة قرأناها الحمد لله وبفضل الله جل في علاه. ثم بعد ذلك بين في الحديث المصنف بأن الميزان يحتاج الإنسان بعدما علم أنه إذا تقل الموازين وأنما يكون قد نجا يكون قد تكون له الكرامة، يكون قد ارتفع قد سما قد ارتقى عند ربي جل في علاه، فكأن سائلا يسأل كان لبيبا قريبا خطيها يقول: وما الذي يثقل به الموازين؟ وما الذي إذا عملته ثقل الميزان حتى ترجح كفة الحسنات على كفة السيئات؟ هناك أعمال قد صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأعمال أثقل ما تكون في الميزان، وهناك أعمال أخرى بأن الإنسان إذا أتى بها فإن الله تعالى يثقل به الموازين. أقول الذي لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد ذكره في أحاديث متناثرة، وهو التوحيد هو أعظم ما يثقل به الموازين، التوحيد هو أعظم ما يثقل به الموازين. وأنت ترى حديث البطاقة أعظم شاهد لله، بأن الرجل لما رأى أن هذه السجلات قد أهلكته وأنه يكون في النار، جاءته البطاقة ويقول: ما تفعل البطاقة مع هذه السجلات؟ تسعة مصرنا جلة سجلة من المعاصي والسيئات والكبائر والصغائر المتنوعة بلغت إلى العنان، ومع ذلك تأتي بطاقة وتطيش بهذه السجلات لأن فيها لا إله إلا الله وحقا التوحيد فيه نجاة فيه نجاة. قال الله من الفعلات: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن. هنا الله تعالى يقول: الذين أمنوا على الذين وحدوا، الذين أمنوا هنا في معنى الآية الذين وحدوا الله حق التوحيد. أحد ممكن يأتيني بدليل على أن تفسير قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ معنى الآية هنا: الذين وحدوا ولم يلبسوا هذا التوحيد بشرك لهم الأمن وهم مهتدون. التفسير من ناحيتين، قريب وبعيد. الذين امنوا، نحن الان بصدد الكلام على اثقل ما يكون في الميزان. ان اردت اخي الكريم ان تنجو بغير سبب الحساب ولا عذاب وان تكون من اهل الجنان بل اهل الفردوس الاعلى، كن موحدا حقا لله جل في علاه، لا يشوب هذا التوحيد من الشرك من شيء. والله هذا التفسير الطيب اللي يبين لنا الذين امنوا عن ايش؟ وحدوا من ايش؟ ولم يلبسوا ايمانهم
بظلم. فسر الصحابة قالوا أينا نمهد النفس أهلكنا، أينا نمهد النفس يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس ذاك، ألم تسمع القول الحكيم لابنه يا بني إيش لا تشرك بالله؟ قال إن الشرك لظلم عظيم. يبقى إذا لم يمسك منه بظلم يعني شرك، فهذا يخبر بأن المقصود بالذين آمنوا على الذين إيه وحدوا. وإذا تفسير الأعمال دلالة تصريحية على أن الإيمان هنا بمعنى التوحيد. في تصريح قبل السياق فضل الله ولا يمس الإيمان بظلم، أتينا بها خلاص. ما أعتقد ظلم بمعنى الشرك. أنت كنت وين؟ أنت لسه مطلعش الزلال؟ ما انتهينا من هذا التفسير القريب. السباق ما هو السياق سلبينا ها تتالي. هو خلق له الأمن يقول تعالى من الذين امنوا بالله ورسله ومن معه شيخ الحديث الايمان بقى. الحديث ايش؟ الحديث ان الايمان بقى مثل الشعبه على لا ولا قيمك. انا استنى بيها بس في حديث اخر هو تصريح خلاص فتحت الباب له كيف انت مغربي؟ مش انت مغربي؟ صحيح؟ شوف لمحتك من بعض كيف؟ واشتم الراحه من بعض. ها كيف أخاف ما إلا شرب شيئاً؟ هذا جيد. السؤال الحديث يفسر ذلك. خلاص ده الموضوع ده فوق أخوه. حديث وقت عبد القيس أمركم بالإيمان. أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون أن الإيمان بالله وحده ثم قال إيش؟ شهادة؟ لا لا، يبقى الإيمان هو التوحيد. الإيمان هو التوحيد، فأثقل ما يكون في الميزان هو التوحيد. ولذلك قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن التام، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لكن كما يقول في هذه الآية أعظم الأعظم الآية الآيات التي تثبت فضل التوحيد، قال: الأمن، الأمن التام والهداية التامة. يعني تمام الأمن وتمام الهداية بتمام التوحيد. وكلما نقص من قدر ما عنده من التوحيد كلما نقص له من قدر الأمن وقدر الهداية. فلذلك أثقل ما يكون في الميزان هو التوحيد. لذلك الإنسان يقول: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه، فاختلط الموازين ما لها تدخل في نار جهنم. لذلك الله ذلك فعلا إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. قال عيسى ابن مريم عليه السلام: قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. أو نار يعني خالدا مخلدا فيها. فلذلك أثقل ما يكون في الميزان أولا هو توحيد الله، بل كمان توحيد الله جل في علاه. الثاني هو الذي صرح به بسبب حسن الظلم، أن تهش وتبش وأن تبذل الوسع وتسبب الوسع وتبذل الجهد في إتيان خير الآخرين وأن تطلب السرور على الآخرين وأن تجود بما عندك من خير من مال من علم من صحة من جاه من وجاهة، كل ذلك من خير حسن الظلم. الإنسان الشهامة والمروءة والعطاء والجود كل ذلك من حسن الخلق، وحسن الخلق هو أثقل ما يكون في الميزان. لأن سلم عن حتى بالتداخل بغيره سئل سلم عن أثقل ما يكون في الميزان، قال: حسن الخلق لا غر ولا عجب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الترمذي بسند صحيح، قال: إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين وأثقلهم ميزانا وتأكل. أكمل المؤمنين إذا لابد أن تكون أثقلهم ميزانا، أكمل المؤمنين إيمانا، نقول الإيمان هو الثقل في الميزان وهذا التوحيد الكامل. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا لا زيادة. وأن ثقل الميزان قد ظهر لنا عندما تقترب من النبي العدنان، لأن الإنسان قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، وإن أقربكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاق. فهذه دلالة على فضيلة حسن الخلق. لذلك قال الإنسان: أثقل ما يكون في ميزان العبد حسن الخلق. فليتدرب كل إنسان على حسن الخلق وأن يبتدئ التنبيه ثم بعد ذلك الناجة ثم الناجة. وكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ مبلغا عظيما إلا بحسن الخلق. فقال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: كان خلقه القرآن. وكان عليه السلام يبين أنس رضي الله عنه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا والله ما مست يدي حريرا ولا دبالا أني لم أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله، قلت هنا يبين لك حسن الخلق. وأنا سأسألكم: أين مناط
الحكم بذلك. قال لا والله ما قال لي، ما قال لي يوما إن فعلت شيئا ما قال لي ما فعلت، وما قال لي شيئا لم أفعله لما لم تفعل. يقول إن قدر له فعل، يقول إن قدر له فعل. وين مصر قلت هذه الإبراز تأصيل لكل إنسان لا يعقل كيف يحسن خلقه حتى يحسن أخلاقه بهذا التأصيل الذي أصله الإنسان. هذا مخرج أنت أيها المخرج المزيف أو المزيف أو الاثنين واحد. حسن خلق من الله عز وجل بالإيمان بالقدر، بالإيمان بالقدر أنه يعلق الأمر على القضاء والقدر. انت الان مش مزيف ولا مزيف، يعني هو صح بابك هذا، هو في العقيده ان شاء الله يا استاذ ثاني صحيح ممتاز على خط ذهنك ان انا اصدق الاصل هذا قبل ذلك. كانت الثانيه طيب قبل ان تحسن مفيش ما هي الاولى خلاص انت اديت الاولى. قال لو قدر له فعل عندما كان الامر للبشر عملهم بايش؟ عملهم بالنظر الى القدر. عندما كان الامر لله عملهم بايه؟ بالشر. نظر بالعينين ولما بينهما حسن الخلق. هنا حسن الخلق ياتي عندما تجمع بين العينين الجميلتين، عين الشرع وعين الايش؟ القدر. عين الشرع في تعاملك مع الله جل وعلا، وعين القدر في تعاملك مع البشر. انت تستطيع ان تدفع السيئه بالحسنه ان كنت تنظر للقدر. يعني انت ان اساء اليك رجل تقول لا والله ما اساء الا منه، والله جل وعلا قد كتب ذلك في الكتاب ولولا ان قدر الله جل وعلا ذلك لم يكن. لان الانسان قال ولو اجتمعت الام على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قط كتبه الله لك، ولن يجتمع على ان يضرك بشيء لن يضرك الا بشيء قط كتبه الله عليك. فهو في تعامله مع البشر ينظر الى القدر، فهذا يسهل عليه ان يحسن خلقه في التعامل، لانه لا يدفع السيئه بالايش؟ بالحسن، ولا يلقاها الا الصابرون. وعندما ينظر الى التعامل بينه وبين الله جل وعلا يحسن الخلق بانه ايه؟ يكتمل، لا يحتج بالقدر على المعاصي، بل يعمل. وانت لا تكون عابدا حقا حسن الخلق حقا مع الله الا انت تنظر في المعامله بينك وبين الله بعين الشرع. تنظر اين رضا الله ورضا الله فيما يحب الله، ومحبه الله تظهر في ايش؟ في الامر الشرعي. احنا قلنا الخطا عند الجبريه او عند القدريه بانهم خلطوا بين الاراده الكونيه وبين الاراده الايه؟ الشرعيه. يعني هم خلطوا بين الاراده الكونيه وبين المحبه، الاراده الشرعيه اللي هي الاراده الكونيه اللي هي المشيئه، والاراده الشرعيه اللي هي ايه؟ المحبه، خلطوا بينها. اقسم ان مش يعني عشان يمين ابر ليه؟ ثلاث ارباع الاخوه ما هوش عارف اي حاجه في اي حاجه من اللي انا بقوله. مش مدرك اللي انا بتكلم فيه، اللي مدرك يرفع ايده، بس انصافا دون التدريس. يعني ما خاب ظني. انا اقول لاخواتي الكرام لما بينظر الانسان بين في تعاملاته ينظر في المعامله بين معاملتين، معامله مع الرحمن ومعامله مع عباد. في المعامله مع الرحمن لا ينظر الا بعين الشر. ليه؟ لانه ما خلق الا ان يكون عابدا لرب، والقدم اللوازم الربيه. فهو عندما ينظر الى ذلك ينظر بتوحيد الالهيه. يقول قال الله ما خلق الجن والانس الا ايه؟ ليعبدون. فهو ينقب على ما يحبه الله ايه؟ ويرضاه. وما يحبه الله ويرضاه فقد امر به، فده محل ايه؟ الشرع. فهمتم؟ اما عندما يسيء اليك احد هذا من البلايا ولا مش من البلايا؟ البلايا لا يحبه الله لا ما يحبه، ولكن يقدره الايه؟ الحكم، فيغفر فكان عابدا بعين الشر مؤتمرا بامر الله. لا يقول كما قال الذين يتبعون الفاحشة من أفضل ما موسى قال لا يقول الذين يتبعون الفاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ولما ينظر إلى البلية لا يقول إلا قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. فهنا يأتمر بالشر وهنا ينظر إلى القدر. وهذا جمعها بكلمة غريزة، قال لو قدر له لإيه؟ لفعل إذا لا أحسن منه، لأن المسألة مقدرة من عند الله. فلما كانت مقدرة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا الذي حدا ابن مسعود أن يقول إن من ضعف اليقين أن يذم المرء على شيء إيش؟ لم يذكر الله له. يعني أنت رجل جعلت وصف شيء فلم تنجح تسب وتدعو عليه وتقول لا، المسألة إيش؟ المسألة مكتوبة. من ضعف اليقين يعني أن الله عبد الله أن تأتي لك ستأتي بغير الرصد.
وإن أراد الرجوع الإمناع عنك تمتنع ولو أتيت بكل البشر واسطة لك. فهنا النظر يعني من حسن خلق الإنسان أنه يعرف كيف يدرب نفسه ويتعامل مع الله أن ينظر بعين الشر، ويتعامل مع البشر أن ينظر بعين إيه؟ بعين القبول. أثقل الموازين أو الميزان، أثقل ما يكون في موازين العبد من حسن خلق، كما قال سلم أثقل ما في ميزان، فما في ميزان العبد حسن الخلق. هذا بالنسبة للكلام على الميزان. وهنا خاطمة الحديث التي سرد لها المصنف، وهي سؤال عائشة النبيبة القريبة الفقيه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ الأسئلة كانت تتوارد على خواطر عائشة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشرون الناس يعني حفاة عراة غردة يعني غير مختلين، قال يرسول الله حفاة عراة حفاة عراة أو ينظر بعضهم إلى بعض؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك. إيه؟ بنت الصديق الأحوال شيء خطوبة عظيمة يوم القيامة، ولا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل يذكر الحبيب حبيبه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم أقر ثم استأذن، قال لا إلا في إيش؟ قال نعم إلا في ثلاثة مواطن، وذكر المواطن الثلاثة الميزان. فإذا الإنسان كل إنسان يحتاج إلى حسن التصغير هذا الميزان، وإلا فقد يأتي الولد لابنها فقد تأتي الأم لابنها فتقول أي بني ألم يكن لك بطني وعاء؟ ألم يكن لك حيج وطاء؟ ألم يكن لك ثدي سقاء؟ أي بني أحتاج إلى حسن، فأقول إليك عني فعندي أحوج إليها إيه؟ منك. أنت لما تضع الموازين فمن خفت موازينه فهو من خفت موازينه فأمه هاول. ولذلك يقول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وأبيه وصاحبته وإيش؟ وبنيه ومن في الأرض جميعا. فعند الموازين لا يعرف أحد أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وعند الصراط، وعند الصراط الذي أطلق من شعر أحد المسائل فما سيأتي، ما من أحد من الأنبياء عند الصراط إلا ويقف مذهولا مدهوشا لصح التعبير ويقول اللهم سلم سلم، كل يقول نفسي نفسه اللهم سلم سلم مما يرى من الكلاليب والحسكة التي وأعناق النار التي تخرج من النار لتخطف هؤلاء العصاة الفجر كما نعوذ بالله من الفزلان. الغرض المقصود بأن هذه المسألة أيضا تطيش العقول ولا يمكن لأحد أن يشفع لأحد في هذا الموضوع. الموضوع الثالث عندما تتطاير الصحف، من أخذ كتابه يمينه ومن أخذ كتابه وراء ظهره، والذي يحاسب حساب المسيرة والذي يناقش الحساب ويعذب بذلك لا يعرف أحد أحد. وهذه فيها دلالة على أن في غير هذه المواطن يكون الإنسان الحبيب يأتي إلى حبيبه، وقد بين الله تعالى ذلك عندما قال الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض العدو إلا المتقين. صحيح ولا لا؟ فالمتقون يعني يشفع كل واحد منهم لأخيه كما قال علماء السلف، قالوا فليستكثر أحد منكم من إخوان الصدق فلهم شفاعة يوم القيامة. وهذا يدل على حديث السلف عن الشفاعة الطويل، فيأتي هنا فيقول ربنا إن هؤلاء إن إخواننا كانوا يصلون مع هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا يشركون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفوا. فهذه الشفاعة ذات الاستكثار إخوان الصدق فيها فيها من الفائدة يوم القيامة. ولذلك عائشة رضي الله عنها ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مواطن ثلاثة لا يعرف أحد أحدا، مواطن تطاير الكتب والصحف، وأيضا مواطن الميزان، وأيضا خروج عنق النار هذا عند العبور على الصراط. ثم ذكر بعد ذلك الصراط، وهذا أيضا نحن مذلة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبلها أن نسلم أيضا حديث طويل، قال يا عائشة خذي من مالي ما شئت، يا فاطمه محمد خذي من مالي ما شئت، يا عمه يا صفيه يا عمه النبي خذي من مالي ما شئت. وقال لا اغني عنكم من الله ايه شيئا. هذه مساله عظيمه جدا ايضا بعدما بين سبب ذلك، قال وانا سافعل ذلك عند الميزان وعند عمر او عند الصراط وعند الثالثه وعند تطاير الصحف. يعني كان انا اقول ايضا في هذه المواطن لا ياتي احد بي، لا زوجتي ولا عمتي ولا عمي ولا احد. وهذه ايضا فيها دلاله على المساله العظيمه التي هي كبيره الشأن، الا وهي ليس هناك نسب بين الله وبين عباده، حال من الاحوال لا نسب بين الله وبين عباده. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ربكم اعلم بما في نفوسكم، لم يقل من اقاربكم، قال ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاولين غفورا. الا وان من الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا حسد حسد الجسد كله. ولو كان هناك من نسب ينفع لكان اولى الناس من ذلك هو من؟ أبو إبراهيم. طالب نفع بعض الناس هو إبراهيم عليه السلام آخر، صحيح ولا لا؟ قال يا أبا لما تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا. لما قال له
تبرأ منهم. قال قال إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ولم ينفع ذلك. معناه حقا عند ربي إيه؟ حفيا. إبراهيم حقا عند ربي حفيا، ومع ذلك لم يقل فيه شيء، ليس من نوع من عباد الناس، لم ينفع له شيء حتى أنه تبرأ منه يوم القيامة. لما علم أنه عدو لله جل في علاه تبرأ منه يوم القيامة، ولم ينفع الناس في حال من الأحوال. لو كان ينفع الناس لنفع من؟ ابن نوح عندما قال نوح عليه السلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فماذا قال الله لو أتاح الحكيمين؟ قال الله جل في علاه يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ثم قال الله تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. لم ينفع النسب الحال من الاحوال. لو كان ينفع النسب لنفع نسب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يحفظه وكان يؤازره وكان ينصره، ما اخرجه من النار. كل ما انتفع به هو انه ايه؟ خفف عنه الحساب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا اغني عنكم من الله شيئا، ليس بين الله وبين اعدائه وبين عباده نسب. وقد قلنا كثيرا ان القصه العظيمه التي لابد ان نحفرها لنعلم انك مقدارك عند ربي ان مقدارك عند وما قدمت فقط. لذلك لما دعا داود عليه السلام قال رب كل سليمان كما كنت لي، فأوحى الله إليه اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي أكن له كما كنت لك. لا نسب بين الله وبين عباده. إن أردت أن تعلم مقامك فانظر أين مقامك، وإن أردت أن تعرف مكانتك عند الله فانظر الله مكانته في قلبك كيف. أردت أن تعرف كيف مكانتك عند ربك جل في علاه فانظر مكانة الله في قلبك، فأنت بالضبط بالمعيار الدقيق ستعلم مكانتك عند الله جل في علاه. أنت تقدم الله على حياتك على نفسك على كل شغلك الشاغل، أنت ما تفكر إلا في نصرة دين الله جل في علاه، أنت ما في كل أوقاتك لا تنشغل إلا بربك وبدين ربك وبدين رسولك صلى الله عليه وسلم. لا انشغلت الله بالدنيا والدرهم والدينار والشيكات، ولذلك هذه مكانتك عند الله جل في علاه. وانشغلت الله تعالى بفسق أو فجور أو بغير ذلك هذه مكانتك عند الله جل في علاه. إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين مقام أين أقامك، وإن أردت أن تعرف كيف الله كيف أنت عند الله فانظر كيف الله جل في علاه عندك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصراط وقال هو من حظ المزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة تختطف الناس. وقد قال أبو سعيد الخدري قال هو أدق من الشعر وأحد من السيف. وقلنا مثل هذه الأحاديث ما دام الراوي قد قال المحدثون أنه لا يأتي أهل الكتاب فحكمه حكم حكمه حكم الرفع. ليش حكمه حكم الرفع؟ هذه الغيبيات لا شهادة فيها والصحابة لا يكذبون ولا يتقدمون بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أدق من الشعر وأحد من السيف. والصراط أمر جلل أمر عظيم أعظم فوق جسم فوق النار. قال الله تعالى منكم إلا واردها وكان ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف الصراط يقول والأنبياء لا أحد يتكلم إلا الأنبياء وكلام الأنبياء يومئذ مما ينظرون إليه من الكلاليب والحسكة التي تختطف الناس من على الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف. فالرسل ما يقولون إلا اللهم سلم سلم اللهم سلم لا يدخلون إلا بهذا اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم يقفون على أنفسهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين الناس على أصناف ثلاثة ناجٍ مسلم وإيش ومخدوش مخدوش أيضا مخدوش ومغلالي مخداني مسلم ومخدوش أيضا لا ناجي مخدوش ما فيش لا بكر بس هذا في الذي ينكب على النار بين مسلم بهذا الجانب. فهو قال الأول ناجي والآخر مخدوش وهو مسلم أيضا والثالث هو المخدوش في نار جهنم يكبكب كما قال مسلم يختطف وهو على الصراط. ثم وصف الناس عندما المرور أولا قال مسلم أول ما يجيز هذا الصراط أول من يجيزه هذا أنا وأمتي. فابتدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد الخلق أجمعين وهذه الأمة هي أفضل الأمم على الإطلاق. هذه الأمة التي فضلها الله وشرفها الله وجعلها مطلب القيادة والسيادة والريادة من تقدير الله لهذه الأمة في الآخرة كما تقدير الله في علاه لهذه الأمة في الدنيا بأنها الأمة الأولى التي أول الأمة التي تريد هذا الصراط الذي هو ضغط مزيلة مواصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال أول من يعبد ذلك أنا وأمتي والأنبياء لو أنهم يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فوصف الناس عند عبور الصراط فقال سلم فمنهم من يعبد الصراط لطلب تعليم هذا الصنف الأول وهؤلاء لا يكونون جنب ولا إحسان ولا
سابقة حتى هؤلاء الذين قد انتقوا منازل العلا، منهم أيضا الذين ينبتوا الأنبياء والمرسلون، هؤلاء الذين قد انتقوا ربهم على ما يستطيعون، يقدمون الخير، يعبدون الله يشكون به شيئا، يتصدقون، يقيمون الليل، يصومون النهار، وقلوبهم واجبة عندما يقدمون هذا الخير، هؤلاء كما قال صلى الله عليه وسلم يعبرون كطرفة العين، ثم ذلك يتصد يعبرون كالريح المرسلة، ثم ذلك كأجاويد الخير، ثم ذلك كالطير أو كالكاف، ثم كالطير، ثم قال صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من لا يمر أو لا يعبر إلا زحفا، لا عمله كل بقدر أعماله، فهذا الذي يمر كأجاويد الخير هذا بعمله، وكطرفة العين هذا بعمله، الذي تم له التوحيد هو الذي يسرع كالريح المرسلة، والذي ناقص عنه التوحيد هو الذي يتعرض للأخطار. قال أتنوه يأتي رجل يقعد به عمله فإنه يسحب من على الصراط إيش؟ سحبا، يسحب سحبا أو يسحب سحبا، هذا يكون حقا حتى يصل إلى الجنان، لكن في النهاية قد لا تكون النجاة. فذكر الصراط وأهوال الصراط، قلنا الصراط ما من نبي إلا هو يقول ويتكلم بكلمة واحدة، يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، وأول من يعبر الصراط هذه الأمة العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعبر بطرفة العين. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث في الباب اللبين، الباب الأول عظيم قدرة الله جل في علاه، عظيم قدرة الله جل في علاه لبيان الميزان، ميزان واحد يجري فيه الأعمال والعامل والصحائف، وأيضا في الميزان الواحد هذا الجميع يزنون في آن واحد، دلالة واضحة جدا على عظيم قدرة الله وعظيم ربوبية الله جل في علاه الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأيضا الصراط أدق من الشعر حد من السيف، والأمم بأسرها يمرون عليه يجيزون هذا الصراط، دلالة على ربوبية الله جل في علاه. فضل حسن الخلق على الإنسان أن يتمثل بذلك إلى أن كثير الصلاة كثير الصيام، فعليه حسن الخلق. وأقول إخوة إكرام وذكر نفسي وذكر بعض الإخوة الموجودين هنا وذكر الآخرين أيضا، المظالم من أعظم سوء الخلق. الإنسان إذا وقع في ظلم لأحد لو كان زوج أكثر من واحدة وظلم، فهذا الذي يسوء خلقه ولا يمكن أن يتجاوز عند ربه جل في علاه. هذا الإنسان الذي يظلم أخاه بسبب في عرض أو في غير ذلك أو غيبة أو نميمة أو يأخذ منه مالا مقتطعا دون أن يرده، هذه المظلمة من أعظم ما تكون عقال له عند الصراط. بل حتى هو بعد مرور الصراط لا يمكن أن يدخل جنة إلا بالتنقيب، لا يمكن، لابد من قدرها عبور الصلاة، بعده لابد من رد الإيش؟ المظالم لله ثلاث دواوين، ديوان لا يغفره أبدا، ديوان لا يتركه أبدا، ديوان إيش؟ ديوان هو في المشيئة، المشيئة للمغفرة، الديوان الذي لا يغفره أبدا من الشرك، والديوان الذي لا يتركه أبدا هو ديوان إيش؟ المظالم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة لو غيب، لو سبب القلب، من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل فإنه لا يستسلم الدرهم على دينار، ولكن الحسنات وإيش؟ والسيئات. ولذا لا سيما ان المتزوج امرأتين فظلم ياتي يوم القيامه ايه؟ شق مال، فعليه ان يتقي الله ويغفر نظره العدل، فان الظلم ظلمات يوم القيامه يخسر بها الدنيا والاخره والدين والدنيا. فاياه ثم اياه. انا اقول كان ابن عباس يقول كنا نعد خيرنا اكثرنا نساء، لكن على ايه؟ على الضابط، فان كنت لا تستطيع فاشترطت شرطا، والشرط هذا قد قبل به الاخر لك ذلك، فان لم يقبل فخلي نفسك حتى لا تقع في المظلمه فتدخل في نار جهنم، المظالم ليست بالهينه. ايضا ذلك فضل التوحيد، لان نجاتها تكون من النبي. فضل عائشه رضي الله عنها، ما من شيء فيه خير الا طلب عائشه تسال، ذلك العلماء لما قدموا عائشه على خديجه مثل هذا، يعني الذين قالوا ان خديجه عائشه افضل من خديجه، لا ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كما لم يرجع كثير من النساء الا اربع، وذكر خديجه من بعد ما ذكر الاربع قال وعائشه، وفضل عائشه على النساء فضل ثبيت على الطعام. هذا مما يستدلون به على فضل عائشه، لكن حق فضل عائشه هنا في هذا من تطبيق قول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكم، هذا الراجح الصحيح جدا. ايضا من فائده ذلك لا وسط بين الله وبين عباده، فعلى المرء ان يستعد لهذا اليوم يوم اللقاء، وعليه ان يجتهد ويرد، وعليه ان يسارع ويتنافس الخيرات، وبذلك من المنافس المتنافسون، وعليه ان يسارع حاله دائما يقول وعجبت اليك ربي لترضى، فان زل فان اصف فان سقط فان اخطا فعليه ان يعاود بالتوبه والفيئه وسرعه الفيئه والاوبه، فان ربك غفور رحيم، فمن تاب تاب الله عليه. ثم دخل الباب الثاني وباب الجنه والنار، الايمان بالجنه والنار، وهذا باب عظيم ايضا قد اتى به من اجل الرد على البدع والضلال. طبعا الميزان ايضا انكره اهل البدع وايش؟ والضلال. قالوا
الميزان أن ترى هذا البدعة والضلال، لقد الحجر كثيرة في هذا الباب يرد على المعتزلة والقدرية الذين يفون مسألة الميزان يوم القيامة، وهم أيضا يعني يفون عبادة الإعلام بأعمال الإعلام. الإمام الجنة النار أيضا أتى بها المصنف يرد على المعتزلة الذين يفون ذلك، يقولون ما الحكمة في النوم الجنة النار؟ الجنة ثواب والنار عقاب، فلا يكون ذلك إلا يوم إيش؟ إلا يوم الحساب. أنهم يجيبون على ذلك يقول العقل يقبل الآن يقبل ذلك، بل عقل خير، لو كان عقلا صحيحا لوافق النقل الإيش؟ الصريح. لذلك الجنة والنار ثابتة مخلوقتان مولودتان الآن، وقد بين الله تعالى ذلك في الكتاب وفي السنة وأيضا إجماع أهل السنة، بعدما خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم، خلق الله الجنة والنار قبل أن يخلق آدم، لذلك أسكنه في الجنة، بل قبل أن يخلق إيش؟ إبليس، لأن إبليس أيضا أسكنه الله جل وعلا الجنة. توافقون أم تخالفون أم تناقشون؟ ساكتون. في سكوت على ايه توافقون؟ إبليس كان في الجنة؟ إبليس كان في الجنة؟ سؤال، إبليس كان في الجنة؟ نعم. أنتم مسلمون؟ نعم. أهل الإيمان تقرأوا القرآن؟ الحمد لله. قرأتوا في القرآن أن إبليس كان في الجنة؟ نعم. كان في الجنة؟ وش الدليل أنه كان في الجنة؟ كان يأكل من ثمار الجنة؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرج لا يخرج إلا أن يكون إيه؟ داخلها. إلا يكون الجنة؟ يكون داخلها إلا يكون داخلها. صحيح ولا لا؟ اخرج منها مذءوما مدحورا. صحيح ولا لا؟ فإذا الجنة فالخاطر على وجهها ذلك الكتاب بأن الله جل وعلا قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الإيه؟ الجنة. هو الآية مخلوقة غير مخلوقة؟ لدن آدم هو الآية. قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال إبليس اخرج منها مذءوما مدحورا. هو كان قبل آدم كان وين؟ كان في الجنة. لذلك قال اخرج منها مذءوما مدحورا. وأما في السنة فكثير، فإن الإنسان قال إن الجنة النار لما خلق الجنة، حيث صحيح أن النار لما خلق الجنة قال لآدم اذهب فانظر إليه، قال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إليه، فنظر إليه فقال يعني لو حتى فقال صلى الله عليه وسلم هل رأوها لما رأوها؟ في رواية أخرى قال لما رأى جبريل الجنة قال ظننت أن لا يتركها أحد، أو قال ظننت أن كل أحد يدخلها أو يتمنى أن يدخلها، فحفها في المكارم ثم قال اذهب فانظر إليه، فلما وجدها محفوفة بكبر المكارم قال لا يدخلها أحد من شدة المكارم تحف الجنة، ثم خلق النار فقال له اذهب فانظر إلى النار، ذهب فنظر إلى النار فقال لا يدخلها أحد من شدة هول النار، ثم حفها ضرب عليها بالشوال قال ارجع فانظر إليه، كل ذلك دلالة واضحة إلى أنه خلق النار لأن جبريل ذهب، وكل ذلك قبل الخلق. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلى الناس قد القصور ثم تقدم ثم تطهر، فسألوه بعد الصلاة فقال عندما تقدمت رأيت الجنة، وتقدمت الجنة وكنت أخذ عقودا من عرضي الجنة، لو كان لك لعاش معنا إلى يوم الناس هذا، تمتع بها الناس أو تمتع به الناس إلى يوم الناس هذا. ولما رأيتموني أنا طهر أتراجع قال نظرت ما رأيت أرضى منظرا قط من هذا المنظر، رأيت إلى أو نظرت إلى النار. هذه هي دلالة أن النار والجنة مخلوقتان موجودتان. وأيضا قال الله جل وعلا تلك التي غرست كرامتها به بيدي أعددت لعبادي الصالحين أعددت، خلاص هو كلام أعداء كلام الله جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفي الكتاب أعدت سابقاً وعيدة للمتقين وعيدة للكافرين. هذه الدلالة أيضاً على أنها مخلوقة موجودة الآن. وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم من حاجة الجنة والنار وصف لنا ذلك، فقالت النار بأن لا يكون إلا المتكبرون إلا المتغطرسون، فيقول الله أنت عذابي وعذب بك من أشاء، وتقول الجنة ذلك فيقول الله جل وعلا أنت رحمتي أرحم بك ما أشاء. الغرض المقصود بأن مضرع خلق الجنة والنار، وقصد المصنف أن يأتي بها في هذا الباب حتى يرد على البدع والضلال من المعتزلة الذين ينكرون وجود الجنة والنار في هذا الباب. عامة إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عن مسائل عظيمة، إلا أن تصبروا فنتكلم عن مسائل أخرى. قبل سنة الإجابة وصلت الوجوه الدائرة المذيعة المستطيعة هذه وصلت من الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم فاطلعت على النار فاطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهل الجنة إيش؟ البقراء. وهذا
دلالة واضحة على أن الفقير الصابر أفضل إكرام الغني إيه؟ هناك مسرح أدلة كريمة ولله هناك أدلة تثبت أن الغني الشاكر أفضل من هذه مسألة واسعة وسنبينها من الله ثم قال في الشطر الثاني ونظرت إلى النار فرأيت أكثر أهل النار إيه؟ النساء وهذا مسرح آخر يعني ما ينفعش نفرده بالكلام هنا لابد يعني تبقى في براحة بالكلام نثبت الأدلة الوفية المتوافقة المتوافرة لا سيما أن عندنا حديث آخر يمكن أن يشكل عليه لأن في رواية أبي هريرة في السنن قال وأكثر أهل الجنة النساء بسبب رأيت أكثر أهل النار النساء قال وأكثر أهل الجنة إيش؟ النساء فهذا حديث يعني ظاهره التعارض سنبين إن شاء الله الجمع بين الاثنين ثم وصف الجنة وصف النار ودخول الإنسان من الجنة ويكون ختاما للفصل أو الكتاب الأول وقد انتهى بفضل جنة في علا محمد طبعا الكتاب الثاني ما صح ندخل فيه أنا لابد أرحم برفقهم بالقوارير لا زمان لهم يعني جلسوا أبدا على الخمول فلا ننتهيهم أكثر من هناك تفضل جزاك الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم وزادك الله علما يقول السائل شيخنا الفاضل هل ثبت أن للميزان لسان والفتان هو معنى لسان لو ثبت يعني هو الكفتان كيف المتدلين واللسان هذا في الوسط ياخذ هذه الكفه هذا انا ما اعلمه لكن ورد الميزان الميزان معلوم ان الله جعلنا يخطفنا الا بما نعقل نحن نعلم ما الميزان يكون له ميزان ولو ايه كفتان صح والكفتان قد وردت سجلات المعاصي وضع فيها 99 سجلا والبطاقه الكفه الايه الكفتان ثابتان ثابتتان للسنه والميزان معروف ان الميزان لا يكون الا ميزان وايه وكفتان يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم ما الدليل من الكتاب او السنه على ان الجميع يزنون في وقت واحد؟ لان الانسان سئل في ذلك قال اول حاسبه الله في وقت واحد قال نعم قال كيف قال كيف خلقهم في ان واحد حاسبه في ايش؟ في هذا ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل احسن الله اليكم ما معنى الحديث الميزان بيد الله يرفع اقواما ويضع اخرين؟ ما معنى ايش؟ الحديث الميزان بيد الله يرفع ما قلنا اصل الميزان هو اوسع بقى من الميزان الذي امامنا هو الميزان المقصود به هنا هي طاقه العدل او طاقه خلق الله للفعلان لان الله يرفع اقوام وياخذ اخرين بالعدل وقال بيد الميزان لتعلم انه حكيم عليم يقدر تحت العلم والحكمه يقدر التقادير يرفع اقواما بالعدل لانهم يستحقون به الرفعه وتمام الفضل عليهم بذلك كما اصطفى الله النبي صلى الله عليه وسلم ويقدر اخرين لانهم يستحقونه هذا الاتفاق وغضى الله على علم فمنهم من هدى الله منهم من حطت عليه الضلال لذلك لما قام الميزان عشان تعلم ان هذا من العدل لا تقول لما رفع هؤلاء ولما ايه؟ ولما فقد هؤلاء تقول بيد الميزان بالعدل هؤلاء يستحقون النزول اما العلوم فمحض الفضل مع ايضا استحقاق ذلك بسمات الشخصيه التي اعلمها الله من الفعلان بلقاء القلب او بتقوى القلب. يقول السائل شيخنا أرجو أن يسعني حكمه أشكل علي كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق ونقول بأن التوحيد أثقل شيء لا إله إلا الله لا إله إلا الله الرد عليك بنقطتين الوجه الأول أنا أقول مع ظاهر الحديث ما من شيء أثقل في الميزان إلا من حسن الخلق وحسن الخلق مع الله هو التوحيد الإجابة في نفس الحديث ولا لا؟ يعني حسن الخلق أن حسن الخلق لا تكون حسن الخلق إلا أن يتم ذلك مع من؟ مع الله يعني لو كان أكبر أهل الأرض أحسن الناس أخلاقا مع الناس جودا وسخطة ويهش ويبش ويحسن للفقير وللغني ويحسن للذبيحة وللحيوان رجل عاش في الأرض خير وكفر بالله في العلم هل هذا يكون قد أحسن خلقا أو نقول حسن خلقه حتى أصغر في الميزان؟ يبقى ميزان حسن الخلق هو إيش؟ التوحيد يبقى لما يقول سلمان جاء الاخطر في الميزان الى حسن الخلق لابد ان ينضم حسن الخلق وهو حسن الخلق مع الله ثم حسن الخلق مع ايه؟ مع البشر ان تضاق افقك بالنظر الى حسن الخلق فجعلتها مع البشر فقط دون ان يكون مع ايه؟ مع رب البشر والكلام الثاني لما يقول سلمان جاء الاخطر في الميزان من حسن الخلق هذا على الغالب هذا على الغالب يعني كل الاعمال التي هي ظاهره للانسان من صلاه وصوم وصدقه افضل ما يكون فيها هو حسن الخلق لكن في باب الاعتقادات غير باب الاعمال فيكون اصغر شيء في الميزان من باب الاعمال ويكون التوحيد من باب
الاعتقادات. مفهوم الوجه الثاني مش مفهوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له عن امرأة كثيرة الصلاة كثيرة الصيام وكثيرة الصدقة بفضل المال لكنها تسيب الجيران، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هي في الجنة صح في الفردوس الأعلى. قال هي في النار. أعمال مش أعمال. وذكر له امرأة لا تصلي كثيرا ولا تصوم كثيرا ولا تصدق المال لكنها تحسن الخلق مع الجيران بدل الجار يعمل بوائق. فماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هي في الجنة. مفهوم؟ يبقى عند الأعمال قال حسن الخلق، أما عند الاعتقادات فيكون التوحيد. يقول سائل شيخنا بارك الله فيكم، وجدنا أنه ردته على شبه المخالفين في الإيمان بالميزان ورد عليه. هم يقولون يعني هو الأصل أنهم في الميزان ينكرون الميزان أنهم لا يعقلون ذلك، هم ضبطوا ضوابط على الله، شرعوا شرائع التزموا بها الله في عدالة. فإن كان المسألة لا تحتاج إلى الميزان لأن الكتب مكتوب فيها أحزاب السيئات وقد أحسنت والنفس وهم لا ويقولون بأن الله تعالى لا يعلم حتى يعمل هذا العمل. فإن كان فلا حاجة للميزان، ليش؟ نحتاج إلى الميزان الصح موجودة معروفة الحسنات والسيئات، ليش توزن؟ ما يخلص عمرك هذه حسنات وهذه سيئات لما تحصى يعرف أن هذا 100% أو 30% أو زيادة. يعني المسألة تكون مدروسة، إيش الحاجة للميزان؟ وإحنا بينا في الميزان له حكم أخرى خفية من الحكم التي بيناها، هذا لأنه عقد خلف لم يكن يوافق الحديث أو النقول الصريحة. يقول السائل شيخنا أسأل الله إليكم، ما معنى قول الإمام الشافعي عن القدرية حاجوهم بالعلم فإن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا؟ كلام مهم جدا. الشافعي لما قال رحمه الله ورضي عنه قال أما القدرية هم أعظم الناس يعني قطعه في أبواب القدر، هم ينفون القدر يقول أمر أنف. هؤلاء منهم غلاة ومنهم الذين اعتدلوا بعد ذلك. الغلاة هم الذين ينفون العلم وينفون العيش. هذا خلق أفعال العباد، ينفون العلم وينفون خلق أفعال العباد. فلذلك الإمام الشافعي يقول خاصموا في العلم. إن أقروا الله يعلم هذه عمدة ما عندهم نفي إيه؟ الله لا يعلم، يقول أمر أنف، الله لا يعلم ولا يخبر حتى يراه واقعا. نعوذ بالله من الفقدان، جعل انفسهم احبابا بعض الله للفعل. فقال الشافعي خاصمهم في العلم، فان اقروا بان الله يعلم خصموا خلاص الحجه اقيمت عليهم. لانه ما دام يعلم فان الله تعالى على كل شيء قدير، فهذه القدره يقدر بها عن ايه؟ عن علم الوحيد. لذلك مراتب القدر لا تستطيع ان تكون يعني قد اتممت الايمان بالقدر حتى تاتي بهذه المراتب. علم فايه؟ كتب، علم فكتب فايه؟ فخلق فاراد فايه؟ فخلق. صحيح ولا لا؟ فهو بالعلم تاتي الرد على ذلك مرتبه. فلذلك قال ان اقروا بالعلم خصموا، تم اقيمت عليهم الحجه. فنقول هو عالم يعلم كل شيء مكانه ولا يكون ولا يكون مكانه كيف سلم. هو القادر انتم معنا تعلمون ان الله تعالى على كل شيء قدير، اذا هو قادر على خلق افعال العباد بالادله الاخرى. يقول وكيف نرد على من يقول بجواز الاحتجاج على المعصيه بالقدر في حديث حج هذا المسلم؟ هذا خطأ. وإن كان الإمام ابن القيم قال به ملمحة لا مؤسسة، هو ابن القيم يوجه حديث حج آدم موسى بأن موسى احتج على آدم بإيش؟ بالمصيبة لا بالمعصية. حج آدم بالمصيبة لا بالمعصية، لأن موسى عليه السلام أرفع من أن إيه؟ من أن يعير آدم بإيه؟ بالمعصية، وقد تاب منه. ومن تاب ضعيف، فكيف يكون موسى ذلك؟ أما ابن القيم يعني لمح إلى أنه يمكن للإنسان أيضا أن يحتج بالقدر في باب المعاصي، متى؟ قال إنتهى. شريطة إيه؟ أليته، لأنه حقا قد كتب الله عليه الزنا وكتب عليه الزنا، الزنا أما قال الله جل في علاه كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك إيه؟ لا محالة، فله أن يفعل ذلك بشريطة أنه إيه؟ لا يكون قد ضرب القدر بالشرع أو شرع بالقدر. فهو مع الشرع عندما تاب وآبى، فلما تاب وآبى له ان يقدر عليه القدر الان ويتكلم به، وان كان اسلم ان لا يفعل ذلك. فيكون القاعده عند السلف الاحتجاج بالقدر في المصائب لا، لكن عاد ان هذا وسيله الى ان يحتج بالقدر على المعاصي التي يقع فيها تاب او لم يتب. فما كان وسيله بنقص فهي من النقص بمكان، فلا بد ان يسد هذا الباب. قل سائل لم افهم ما الفرق بين وزن العمل ووزن السجلات. وزن العمل انه يجسد العمل نفسه، يجسد من عظيم قدره الله جل في علاه كما قال ياتيان قيامتي كانهما ايه؟
فبقى تاني او تاني او قرطان من طالب الانصاف لما السجل نفسه مكتوب من الملائكه يوضع. نعم. سال في قدس شيخنا بارك الله فيكم، هل يمكننا ان نقول ان من حكم نصب الميزان اقامه الله الحجه على عباده وهذا من تمام عهد الله عز وجل؟ جزاكم الله خيرا. المعنى الكافي ان نسال على العهد لا ظلم فيه بحال من الاحوال، ان الله قال ان الله لا يظلم الناس شيئا، قال الله لا يفعل، وهذا بين الله عز وجل نفس الايه ونظر موازين القسط اليوم الكامل. ايش قال؟ هذا القسط نفسه ايه؟ شيء، ولو كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حسنا. اقول قولي هذا، استغفر الله لكم وجزاكم الله عنا جزاكم الله خيرا واستبيح المنظر. ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.